عم بيحاول يتابع كان حبيب عبد الله علي منصور علي علي لاتوني ميتشل 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 بياخذ الاتمت من برا وبيسجل توني ميتشل اول 3 بوينت بالمباراة. الكامستري بأعلى مستوياتها بين لاعبي سلسلون زمان بيلعبوا مع بعض طبعا باستثناء اللاعبين الاجانب، لكن اللاعبين المغاربي بيعرفوا بعضهم كثير منيح. 5 ثواني 4 ثواني 3 جابرييل بياخذ الشوط وبيسجل اخيرا اخيرا جابرييل صليبي عم ينجح انه يسجل. فريق عنده فعاليه كثير كبيره على ارض الملعب وعنده بيج سايز بلايرز بيقدر يضايق. جابرييل عم يترك ارض الملعب وجيسون صوفان هو يلي عم يدخل بالوقت يلي علي منصور مره جديده بالتخصص. علي منصور عم يسجل بطريقه كثير ذكيه. علي منصور الرياضي قبل كان عم يحقق انتصار رائع جدا على اتحاد سكندر. سي جي تشارلز بالميد رينج شوت عم يتسجل. سي جي تشارلز اول لاعب من هوبس بيعمل دبل جيجيت.